ده مبروك من جديد لكل نجوم النادي الاهلي. عم مكي بقى التاريخ هو عم حارس عبد المجيد، كل الحقيقه عم مكي مبارك لك. دوركم لا يقل عن اي لعيب ولا يقل عن اي اداري ولا يقل عن مجلس الاداره، بتعملوا دور كبير جدا، بتبذلوا مجهود كبير. حابب تقول للعيبه الرجاله عم مكي على الفوز؟ بقول له الف مبروك، واقول له الف مبروك لمجلس الاداره وكابتن شناوي طبعا قائد الفرقه، عشان واقف بس جنبي. لا والله هو قائد الفرقه طبعا، هو اللي شارك النهارده، والفرقه كلها كلها رجاله بصراحه. والف مبروك عقبال الثانيه ان شاء الله. وسرع عواد حبيبي، سرع عواد حبيبي طبعا زميلي وحارس زمايلي وهادي، كل العمال اللي موجوده معايا كلهم واحد واحد، بس انا فتره طويله كنت اقول لك مثلا واحد واحد، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. جمهوري، شفت الجمهور ازاي الفتره اللي فاتت؟ الجمهور طبعا صراحه هو الجمهور هو اللي نفعنا النهارده، والحمد لله كلهم عند ربنا. وعقبال افريقيا ان شاء الله، بطوله افريقيا الجايه ان شاء الله. مبروك يا مبروك.